اهلا بيكو. طبعا انا حابب اقول في الاول ان انا يعني كنت عامل قناه جيمنج قبل كده بس اهملتها، وبقى لي فتره كبيره جدا مش بشوف فيها اي فيديوهات، يمكن بكذا سنه. حبيت ان انا ارجع لها تاني يعني، فقلت ابدا كده بلعبه تفجيرات جامده. هو اصلي يعني انسب اسم القناه فادي اكسبلوسيف جيمر، لان هو انا غاوي تفجيرات في الالعاب. طبعا دي احلى حاجه. ناس كتير بتسألني طب اشمعنى يعني، اشمعنى يعني مثلا. انا اسألك سؤال دلوقتي، انت مثلا لو بتيجي تلعب لعبة اكشن، انت يعني مجرد تقعد تمسك رشاشات كده وتضرب نار وخلاص، مش اللي هي يعني. لكن لما تيجي بقى تعمل تفجير جامد وتلاقي الدنيا اتطربقت، اكيد طبعا دي حاجة مختلفة خالص. هجرب النهاردة في لعبة كود انفاينايت. انا اخترت مهمة من المهمات اللي فيها تفجيرات حلوة اوي. تعالوا نشوف. اوبا 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 اوبا، ايه ده ايه ده، ايه ده ايه ده. ايوه شفت بقى الحتة دي، بص الفرق يا مثلا ايه. ايوه، هو ده هو ده المطلوب، هو ده هو ده. ايوه طبعا، بص زي ما انتوا شايفين يعني الانفجار بيدي احساس كده بالاكشن غير عادي خالص، يعني حاجة تانية خالص غير مجرد ان انا اضرب ضرب كده برشاش عادي. لا الوضع يبقى مختلف تماما. هيعملوا ايه دول؟ تعالى كده انت. اوف ده كويس ان انا ما متش في الحته دي، بس روح لجنبه بالظبط. طبعا اللعبة هي حلوة بس فيها عيوب كتير، يعني مثلا النار لما تيجي تضرب نار تلاقي النار طالعة زرقاء بالسلاح، مش نار عادية. في خيال علمي أوي، بس مهما كان أحسن شوية من بلاك أوبس 3. بلاك أوبس 3 كان خيال علمي أوفر أوي، يعني مثلا كان مثلا إيه، تلاقي إن أنت تقتل جدي يتحول لعصفورة معرفش ازاي. او تلاقي مثلا جثته طارت، ازاي معرفش. هما كده بيعملوا ايه؟ نشوف كده. والله الأسانسير اطلع، ماشي تعالوا نطلع ونشوف. الإرسال هيقطع ولا إيه؟ حتى سيسألني مين ده عشان معرفش أصلا. أيوه هو ده هو ده هو ده ده المطلوب بالأخ. شايفين الحتة دي؟ أحلى حاجة أحلى حاجة الحتة دي. جميل، هركب بقى الطيارة ايه ونخش. ها؟ اركب يا معلم اركب. هنقلب الدنيا دلوقتي. خش يلا اضرب بقى اضرب بقى. لا ده في بير الشريك ده اتفرقع الشريك. طب نضرب على ده برضه، مفيش فايدة برضه. ايوه نخش على الطيارات بقى، مش امسك في الطيارة دي هات. ايوه تعال اعمل لوك، اعمل لوك، اعمل لوك عليه. انا هقابل لوك على الطيارات دلوقتي وهنعمل شغل عادي. ايوه
لا لا كده مش هينفع، لازم اعمل لوك عليه. ممكن يضرب الصواريخ او لا، ممكن اوفر الصواريخ دلوقتي. اوف اوف، الصاروخ جاي عليا، اضرب فليرز بقى الوقت. هو على فكرة بالمناسبة يعني الماوس الجيمنج أنا جربته، حلوة الفكرة، حلوة إن فكرة إن يبقى فيه أكتر من زرار، بس مبقدرش أعتمد عليه لوحده. يعني برضه في بعض الحاجات لازم تكون في الكيبورد ذات نفسها، يعني مثلا لما باجي أفتح باب أو أركب طيارة أو كل الحاجات دي كلها، بفضل إن هي تكون بزرار الإي مش الزرار اللي في الماوس. فكرة ركوب طيارة وإن إحنا نقعد نضرب بقى طيارات في الجو دي حلوة، بس يمكن لو كانت على طيارات حقيقية هتبقى أحلى كتير طبعا. طيارات هليكوبتر، طيارات حربية حقيقية في 16 الكلام ده، أو طيارات حديثة بس مش فضائية والحاجات الخيال العلمي ده. يعني دبر انا المركبة دي دلوقتي، واضح ان انا اللي اتدبرت. طيب نخش تاني مش مشكلة، احنا فاضيين. هات 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 دي هات دي. ايوه ماشي يا جماعة، صنفين لو صوت وقت النهاردة لسه متعودتش، يعني لازم بعمل فيديوهات كتير ابدا اتعود على صوتي وكده. هدي هدي اضرب صاروخ بقى على طول، خلص خلص، قرب قرب لك، اعمل لوك. ايوه كده، ايوه كده، هو ده الشغل، هو ده الشغل. المركبه ده هدبرها دلوقتي. اوف 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 اوف، شغل فلير دي بسرعه. هات هات هات، اضرب على الانجن. لا اجاسف الانجن، عايزين نولع المركبة دي دلوقتي. أيوة أيوة، عايزين تجيب دي بقى. هدي هدي هدي، اضرب نار اضرب نار. أوحش حاجة بص، يعني تبقى طيارة تضرب نار زرقاء، يعني ده إيه ده؟ يعني دي أوحش حاجة الصراحة. المشكلة إن أنا يعني مش عارف أهرب بالموضوع ده، يعني هي المهمة لازم أركب الطيارة دي تحت، مفيش حتى طيارة تانية مثلا تضرب عادية برتقال. هو كده بيجهز على الحاجة يعني حتى. أهو أهو، لأ ممكن تغير أهو. بس في كم طبيعة تانية عايزين نهربهم. الفكرة مش وحشة، بس مش لايقة على كلوب ديوتي خالص، مش كده يعني، مش احنا مش بنلعب حرب الكواكب يعني. كده خلصنا المهمة، هنهبط الوقت ننزل على المطار. معرفش ايه المطار ده، المفروض يعني ده مطار طيارة هليكوبتر المفروض يعني، بس عادي بقى مجتش على دي. يلا بقى يا عم، خلصت بقى.
Guard 2 acknowledge. No. We are on station at Turbine 1. Roger, 1-1. Cover me. Two steps ahead.